شوط أول ينتهي بالتعادل السلبي بين الأهلي والبنك الأهلي، شوط أول أقل من المتوسط من لاعبي النادي الأهلي. أيضا شوط أول يحمل فضيحة تحكيمية وخطأ تحكيمي فاضح وفادح. خلونا نروح للكابتن ناصر عباس علشان الحالة المهمة جدا هي حالة ياسر إبراهيم، كانت كرة ركنية من يحيى عطية الله وهو بيلعب حصل شد من سعيد السمبري. خلينا نروح للكابتن ناصر عباس اللي برحب بيه علشان يشرح لنا الحالة بشكل أوضح. اتفضل يا كابتن ناصر. تحياتي لكابتن أسامة، تحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، تحياتي للنجوم الكبار اللي موجودين، كابتن محسن، كابتن هاني رمزي والكابتن باس. كابتن أسامة، الدقيقة 35 تشهد عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم. هنجيب الحالة مهمة جدا جدا جدا، الأول هنشرحها سريعا ونشوف. هنا في ركنية، ياسر إبراهيم بيطلع، المفترض إن هو بيطلع يلعب بدماغه. السؤال هنا كابتن، انا لما بطلع العب بدماغي اي شد او اي مسك بيبقى فيه اختلال توازن، اللاعب ما بيلعبش بارتياحيه. تعال نشوف هنا سعيد سمري اللاعب البنك الاهلي في الحاله دي اتعمل ايه. خلي بالك ده ما مسكش وساب او شد وساب، ده مسك، ده مسك. يعني في فرق كمان بين الشد، ان انا اشد واسيب، وان انا امسك. هنا طبعا هنا المسك موجود. حاجه الثانيه، الكره هنا ما زالت حتى الان، هرجع تاني بس معلش دي نقطه مهمه. الكرة لم تخرج خارج ميدان اللعب، الكرة ما زالت موجودة في ميدان اللعب، يعني الخطأ موجود والكرة في اللعب والمخالفة موجودة. أنا بحمل النهاردة حاكم الفار. فين محمد علاء هاشم حكم الفار؟ شوف يا كابتن، هذه المباراة أكتر من مرة حصل فيها بعض الأخطاء التحكيمية. إحنا خلاص اعتدنا على مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي بأخطاء تحكيمية فاضحة. في خطأ تحكيمي، النهاردة أنا لما بحط، مع احترامي لمحمد علاء هاشم وحكم يعني محترم وكل التقدير ليه، مع محمد الحنفي، انا النهارده عندي 35 حكم فار، المفروض انا احط حكم عنده خبرات كبيره زي ما محمد حنفي عنده خبرات كبيره، ما احطش حكم محمد علي هاشم لم يدير اي مباراه في هذا الموسم حكم صفاره، ولم يدير اي مباراه كابتن هاني في الموسم اللي فات حكم صفاره. عارف يعني ايه؟ عشان انا النهارده ما بحكم صفاره بقدر النهارده اعدل الحكم او اقدر اجيب الحكم، انما النهارده ما بحكمش، انا بلعب اتحط على الفار وانا ما عنديش خبرات كبيره. هنا تحمل مسؤوليتها بالكامل حكم الفار. ركل جزاء طبعا حتى الآن لم تحتسب، الشد والمسك موجود والكرة داخل ميدان اللعب. دي لعبة فار يا كابتن ناصر، لعبة فار واقع. مفيش كلام، مفيش كلام. ليه؟ ليه؟ هو حتى محمد الحنفي هنا تفاصيلها مش موجودة ليه؟ لأن هنا نشوف الشد هنا، ربما هو حتى لو جاي عمودي محمد الحنفي مش هيشوف الشد ده كابتن. إنما أنا النهارده عملت الفار ليه؟ أنا عامل فار في مثل هذه الحالات، إن أنا أجيب الحكم فيها لو راح محمد الحنفي وشاف كان هي يرجع يحسب ركلة جزاء. إنما هذه الحالة طبعًا في الدقيقة 35 حكم الفار مسؤول عنها مسؤولية كاملة، ان هنا بقول ركله جزاء صحيحه لم تحتسب لياسر ابراهيم مع سعيد سمري. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر. شكرا كابتن.